لكسس اي اس بتنتمي لفئه ميد سايز لوكسري سيدان ضمن عائله اي اس الواسعه، واللي بتتضمن كمان الفئه المكشوفه والفئه اي اس اف الرياضيه. ولل 2012 طورت وتحسنت كتير من مواصفات هالسياره اليابانيه من انتاج لكسس المعروفه بجوده وبطرف سياراتها وبالتكنولوجيا المتطوره. وإذا منطلع على بودي الاي اس سيدان منلاحظ أنه الواجهة الأمامية تعدلت، وخاصة الجريل، وتحسنت انسيابية الخطوط، ونزاد التواء السقف من الخلف لأيروداينامزم أفضل. وأكيد صار حضور الاي اس سيدان بارز أكتر على الطريق مع تصميم عصري وخطوط جريئة. طول السيارة 4.5 أمتار، وفينا نتحكم فيها بسهولة. ننتقل لداخل المقصورة، وين منلاحظ الاتنشن تو ديتيلز مع تغييرات واضحة للعدادات وللمكود وللجلوف كومبارتمنت. وبتتميز الاي اس عن منافساتها بجودتها العالية مثل الجلد الفاخر والألومنيوم والخشب، وتجهيزات السلامة والأمان كاملة مع ايرباجز وهيدرستس وسيت بيلتس. العزل الصوتي عن الضجة الخارجية ناجح، وصارت لكسس اي اس تستفيد من تجهيزات راحة وترفيه أكثر من قبل. فيها تتزود هالسيارة بنافيجيشن سيستم مع 40 جيجا بايت ميموري، وأوديو سيستم مارك ليفنسون مع عدد كبير من السبيكرز، الاي سي اوتوماتيك مع إمكانية فصل درجات الحرارة، ومن الإلكترونيكس الموجودة بالسيارة بلوتوث، آيبود، USB، بالإضافة لبارك أسيست مع سنسورز وكاميرا خلفية. ميكانيكياً بتتوفر الاي اس بعدة محركات، الأقوى 3.5 لتر بقوة 310 أحصنة، الجير بوكس من 6 سبيدز بالفئتين مانيوال وأوتوماتيك. اي اس بتندفع بدويليبها الخلفية، وهالشي مميز بفئة السيارات الصغيرة وبيخليها تكون دايركت كومبيتيتور للسيارات مثل بي ام دبليو 3 سيريز. حتى انه اي اس تتوفر ببعض الاسواق بأول ويل درايف سيستم. الجيل الجديد من نظام ABS بيستفيد من تحكم إلكتروني كامل لتحسين فعالية الإمرجنسي بريكينج من خلال التحكم بنسبة الكبح على كل دولاب، ومن خلال زيادة ضغط الكبح أوتوماتيكياً. وآي أس سيدان تستفيد من نظام إلكتروني للتحكم بالثبات والتماسك، يعني سيطرة وثقة أكبر للسائق، فمع Stability Control وTraction Control التوازن تعزز تلقائياً على السرعات العالية وبالكوع. وعلى الطريق الآي أس مع المحرك الأكبر سريعة ومتوازنة تنطلق من 0 لـ100 كيلومتر بالساعة بـ 8 ثواني، والتوب سبيد 230 كيلومتر بالساعة. وبالنسبة لمصروف البنزين فهو منيح، خاصة مع المحرك ستاندرد. من الاي اس سيدان مننتقل للاي اس سي، يلي هي سيارة مكشوفة ببابين بتساع 4 باسنجرز. شكليا هي جريئة وانيقة اكثر من فئة سيدان. السقف مصنوع من الالومنيوم القوي والخفيف بنفس الوقت، وبيتكون من 3 اجزاء. السقف بينفتح وبيتسكر بتحكم كهربائي كامل بعشرين ثانية، وما لازم ننسى أنه السقف منه مصنوع من القماش، سو نظام طويه معقد شوي. وبالنسبة للأداء الاي اس سي عندها نفس محركات الفئة سيدان، وبالتالي نفس البرفورمانس، بس الزيادة بالوزن اللي بتبلغ 200 كيلوغرام تقريبا بتأثر على قدرات التسارع ببعض أعشار من الثانية، وعلى تراجع التوب سبيد شوي. ما
بعد ما شفنا الاي اس سيدان والاي اس كونفرتبل وحبي السبورتس كارز اكيد حابين يشوفوا الاي اس اف يلي بتثبت قدرات اللكسس انجينيرز على الجمع بين القوة الكبيرة للمحرك والاداء من جهة وبين الفخامة والكونفورت من جهة تانية. وبما انه الاي اس اف سيارة رياضية فاكيد رح نبلش مع المحرك يلي هو V8 5 لتر بقوة 417 حصان مع ماكسيموم تورك أكثر من 500 نيوتن متر. الجير بوكس أوتوماتيك من 8 سبيدز بتتميز بقدرات تحمل عالية، بس ما في مانيوال ترانسميشن لأنه طاقة المحرك عالية. بالنسبة للبرفورمانس التسارع من 0 لل 100 كيلومتر بالساعة ب 4.6 ثواني بس، وهذا أداء مميز. التوب سبيد 275 كيلومتر بالساعة، ولأنه السيارة أقوى وأسرع زودت الاي اس اف ببرامبو بريكس وببرمجة أقسى للسسبنشن. ولمنع دوران دويليب الدافعة على نفسه وهدر الطاقة زودت الاي اس اف بليمتد سيب ديفرنشل للدويليب الخلفية، وهالشي كمان بيزيد الاوفر اول داينامكس. وبالرغم من القدرات الرياضية العالية للكسس اي اس اف فهي بتبقى صالحة للقيادة اليومية الناعمة والسلسة. ومعدل استهلاك البنزين بيبلغ 11.4 لتر لكل 100 كيلومتر. بالنسبة للتصميم خطوط الاي اس اف رياضية واضحة أكثر من سبويلرز الكبار لدوليب قياس 19 انش، وداخل المقصورة فينا نشوف الاف بادجينج على المقاعد الأمامية الرياضية وغيرها من المكونات. لكسس اي اس متوفرة بعدة مودلز بترضي كل المستهلكين، وسعرها بيختلف حسب الفئة والمحرك والتجهيزات الإضافية المختارة. والتحسينات بالاي اس 2012 لاين اب مهمة وواضحة وبتعزز القدرات التنافسية لهالسيارة اليابانية الفخمة والرياضية. اي اس ما بتهدف للتحدي على الطريق قد ما بتهدف لتوفر متعة قيادة وراحة عالية.